مرحبا. اليوم إذا بتحبوا البصل يكون مقرقش مع أكلاتكم هنتعلم كيف نعمله. هالبصلة هنقصها بطريقة معينة، هنقصها جوليان رفيعة رفيعة وبعدين بنقليها. وهلأ منحط البصل بزيت منه كتير حامي، مهم ما يكون كتير حامي، ومنحركه شوي شوي ليتحمر. بس يبلشوا يحمروا منشيلهم البصلات قبل ما يسودوا كتير، لأنه حيضلهم يسودوا بعد ما ينشيلوا، حيضلهم شوي ياخدوا لون. ناخدهم ومنفردهم على ورق ليسحب الزيت منهم. هلأ هنحط ورقة بعد ما صاروا البصلات محمصين، هنحط ورقة بقلب كيس. هالورقة حتسحب الرطوبة، وناخد البصل ونحطه بالكيس. نرجع نحط ورقة تانية كمان للرطوبة، نشيل باقي الورق البصل. هلأ هالبصلات المحمصين حطيناهم بالكيس مع الورق ليمص الرطوبة، وهالكيس نقدر نحطه بالبراد ونتركه لشهر أو شهرين، يكون حيضل عندكم بصل محمص بالبيت.